في ديجيتك اقترب موعد الكشف عن سعر الخاص بجهازي ألعاب الفيديو بلاي ستيشن 5 اكس واكس بوكس سيريز اكس، ووسط ترقب محبي الألعاب. المزيد في تقرير محمد عنتر، ثم نستقبل ضيفنا. جهاز ألعاب الفيديو المقبلان من سوني ومايكروسوفت باتا معروفين، لا سيما من ناحية التصميم. بلاي ستيشن 5 بتصميمه المستقبلي والغريب لكن كبير الحجم، وإكس بوكس سيريز إكس ذو التصميم الهندسي الذي يشبه البرج. لكن التصميم ليس العامل الوحيد المؤثر في محبي الألعاب، بل هناك عوامل أخرى كالمواصفات وطبعا السعر. سعر الجهازين لم يكشف عنه بعد، لكن من المتوقع أن يكون ذلك خلال الأسبوعين المقبلين. خبراء يتوقعون أن يكون سعر بلاي ستيشن 5 مرتفعا بعض الشيء، لكن خبراء آخرين يؤكدون أن أزمة كورونا ستجبر سوني ومايكروسوفت على عدم رفع السعر، بما يؤدي لهروب المستهلكين ومنعهم من التمتع بالجيل المقبل من ألعاب الفيديو. أما بخصوص المواصفات فمن المرجح أن تكون متشابهة إلى حد كبير. هذا على صعيد الأجهزة، لكن على صعيد الألعاب فاجأت شركة يوبيسوفت العالمية محبي الفيديو جيمز بلعبة جماعية من نوع باتل رويال، مطلقة عليها هايبر سبيس، وتدور أحداثها في عالم المستقبل. اللعبة تسمح للاعبين إلى حد 100 في وقت واحد بالتنافس وسط أجواء مليئة بالإثارة والتشويق. ومعنا من بيروت الصحفي المتخصص في تكنولوجيا المعلومات محمد دنكر. محمد أهلا وسهلا بك ضيفا كريما على سكاي نيوز عربية. الكل بانتظار هذه المنصتين، يعني عن نحكي عن بلاي ستيشن 5 وأكس بوكس سيريز أكس. اليوم فيك تخبرنا بشو تتميز كل واحدة من هذه المنصات؟ صباح الخير هاني. يعني مثل ما ذكر بالتقرير، هاللعبتين هن الأكثر المنصات أو الألعاب انتظارا. كتير في تشابه بالخصائص. في قلك عن السعة، سعة اكس بوكس حتكون 1 ترابايت، بينما سعة بلاي ستيشن 5 حتكون 850. في عنا اثنيناتهم رح يكونوا 8 كور، اثنيناتهم رح يكونوا 4K الترا اتش دي بلو راي. في عنا نسختين من بلاي ستيشن 5، احداها تدعم القرص اذا بده حدا يشتري اللعبه تكون هاردوير سوفتوير، والاخر النسخه الاخرى هي ديجيتال. اكيد بتتميز اكس بوكس عن بلاي ستيشن بحصريه الالعاب، ونفس الشيء بلاي ستيشن. ولكن يعني الألعاب والصفات لحديت هلأ جميعها متشابهة، بانتظار بالطبع السعر الذي سيحدد من سيفوز في عدد المنتسبين وعدد يلي حيبتاعوا الأفضل بيناتهم. طبعا الشكل اليوم أخذ حيز كبير من اهتمام المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي والمحبي هذا النوع من الألعاب. اليوم كل شيء عم بيتجه ليكون أصغر حول العالم يعني ناحية التكنولوجيا، وبهالوقت بنشوف أنه بلاي ستيشن ربما عم تعمل منصة كبيرة وأضخم من ما كانت عليه سابقا ربما، وحتى يمكن اكس بوكس ايضا عم تمشي بنفس الطريق. لماذا التوجه الى الحجم الكبير اليوم؟ اليوم لا شك ان الشكل يؤثر كثيرا على نسبة المبيعات. شكل بلاي ستيشن 5 ثوري وكأنه شكل الالعاب المستقبلية، ولكن في نفس الوقت يجب ان يكون الحجم الجهاز اصغر، الا ان الناس مؤخرا لا تهتم للحجم بل تهتم الى الجرافيكس الموجودة داخل اللعبة، تهتم بالسرعة، تهتم بقدرة اللعبة على التواصل مع عدد كبير من الاشخاص، قديش السعة اللي بقلبها. لذلك نرى بأن الحجم يجب أن يكون كبير لكي تحتوي هذه اللعبة على عدد كبير وضخم من المميزات، ولكي ربما يكون هنالك شحن لاسلكي من ضمن اللعبة. لذلك رأينا أن إكس بوكس شكلها كالبرج بسبب
كما ذكر في عدد من التقارير، الجهاز الهوائي الذي يمنع اللعبة من أن يعني ترتفع حرارتها، نفس الشيء في بلاي ستيشن 5. لذلك يتجه معظم مصنعي الألعاب إلى يمكن حجم أكبر، ولذلك لضمان أنه ما يكون في عندهم أي مشكلة مستقبلا من ناحية التبريد، من ناحية السرعة، من ناحية الساعة إلى آخره. نعم، اليوم في اهتمام كبير بموضوع الجرافيكس، يعني تعتمد ربما سوني على الترا اتش دي بلو راي، وهناك دعم لخاصية الـ 8K. ربما قديش هتحسن هذه الخاصية من تجربة المستخدم اليوم؟ يعني تجربة المستخدم في بلاي ستيشن دائما كانت الأفضل بين جميع الألعاب. على هذه السنة أو مؤخرا هنالك منافسة، لا سيما من جوجل وأبل. جوجل من خلال ستاديا التي تحتوي على أفضل الجرافيكس، وأيضا أبل أركيد والذي هو اشتراك شهري. لذلك يواجه كل من أكس بوكس وبلاي ستيشن منافسة شرسة، خصوصا أن جوجل وأبل يعني يدفعون الكثير من المال لمطورين ومهندسين لهندسة ألعاب تحاكي الـ AI وتحاكي التجربة الأفضل والأمثل للألعاب. لذلك الجرافيكس في بلاي ستيشن 5 وفي اكس بوكس هي امر جدا اساسي لجذب مزيد من المستخدمين، طبعا بالاضافه الى السعر. يجب ان يكون السعر منخفض، فاذا ما رجعنا الى بلاي ستيشن 4 واكس بوكس كان الفرق فقط $100 عام 2013، الامر الذي ساهم بارتفاع وفرق كبير لصالح بلاي ستيشن 4 على حساب اكس بوكس 1. اذا السعر والجرافيكس هما برايي العاملان الاساسيان لضمان جودة واستمرار ونجاح أي منتج جديد. نعم، طب كونك عم تحكي عن المنافسة اليوم محمد، نينتندو أين من كل هذه ربما الصراع الذي يجري بين سوني وبين أكس بوكس؟ نينتندو يعني مختفية قليلا ربما؟ نعم، نينتندو بعيدة ربما بسبب يعني المبيعات مؤخرا لنينتندو انخفضت. نينتندو لديها ما بيقولوا يعني زبائنها الأوفياء، ولكن الذين للأسف يتناقصون يعني سنة بعد سنة أو أشهر بعد أشهر. السبب يعود إلى عدم يعني لحاقها بالـ AI الذي تعمل سوني جاهدة ومايكروسوفت وأبل وجوجل على تنميته، وبحسب الخبراء وبحسب عدد كبير من الأخصائيين إنه مستقبل التجربة الألعاب التي تتواصل بها مع عالم افتراضي وتستطيع تحقيق ما لم يكن يستطيع أحد تحقيقه منذ سنوات قليلة. لذلك نينتندو عليها الدخول في هذا العالم والاستثمار في مطورين في العالم الافتراضي الـ AI، وإلا ستبقى كما قلت أنت مختفية. نعم، طب محمد يعني كونه بلشنا نحكي شوي عن الألعاب بشكل عام، يبدو أنه أكس بوكس اليوم لديها حصرية بعض الألعاب يلي مش موجودة على منصات أخرى، هل هذه نقطة ضعف برأيك أو قوة؟ برأيي إنها نقطة ضعف، لأن ربما لديها بعض الحصرية في الألعاب. هلا سيأتي ثلاثة ألعاب يمكن للمستخدم اختيارها مجانا مع كل أكس بوكس سيريز أكس، ولكن يعني كما قلت لك منذ قليل أبل وجوجل لديها اشتراك شهري تحصل من خلاله على عدد لا متناهي من الألعاب. فمثلا إذا كنا نريد المقارنة، جراند ثيفت أوتو اللعبة التي هي متواجدة على بلاي ستيشن 5 ولديها 20 مليون تحميل أو شراء، لدينا لعبة جراند توريزمو 7 والتي هي مشابهة لها وهي أيضا ثورية. إذا ما عدنا إلى أكس بوكس لدينا أساسين كريد، لدينا ماينكرافت، مورتال كومبات، كلها ألعاب قتالية ربما جميلة وجدا متطورة، لكن الحصرية بالنسبة لي للألعاب لا تحقق نجاحا للشركة، لأنه عالم مفتوح. اليوم بتنا في عالم مفتوح، يجب على الجميع الحصول على نفس اللعبة ورؤية من سيكون نعم. من لديه الإكسبيرينس أو التجربة الأفضل من خلال الألعاب. نعم، من بيروت الصحفي المتخصص في تكنولوجيا المعلومات محمد دنكر، شكرا جزيلا لك.